بزاف ديال التلاميذ والطلبات يديروا بزاف ديال الاخطاء في مسارهم الدراسي، اللي كنت فداوها كانوا يتوفقوا اكثر في قرايتهم ويسهلوا عليهم الطريق بشكل كبير. اليوم غادي نشارك معكم 14 الخطا اللي داروه 7 ديال الطلبه قراو وتخرجوا من ليسكاو. حتى حنايا تنديروا الاخطاء واخا لا كريم دو لا كريم. 14 النصيحه اللي غادي تسهل عليكم الطريق نحو التفوق الدراسي والمهني. وقبل ما نبداو لا فيديو كما ديما رالك عليها شي السلام عليكم، معكم حكيم بورشاش لوغيا دو ليسكاو كازابلانكا، اكطويلمون كونسلطون او مانجمنت استراتيجي. فهاد لاشين كندير دي فيديو دوريونطاسيون دي فلوغ اي دي بارطاج ديكسبيريونس بحال هادو. سولا كنتي اول خطره كتكتشف في لاشين، ما تنساش دير سبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلوك لي فيديو نتا الاول وتستافد منهم نتا الاول. غادي نفتحوا البارطاج ماي بيست فريند اللي حتى نتوما غتكونوا كتعرفوه. الي لا فونداتريس دو جروب او سي تي اس كوميونيتي اللي فيه دي ستوديون اون بريبا لا فاك لو ان سي جي اي ميم دو ليسكاو كي اون سول اوبجيكتيف اون كومون ريوسير لي كونكور ماروكان اي فرونسي. نخليكم مع لا فيديو ديال زينب الحلوي. Bonjour à tous, je m'appelle Zineb Helmi, je suis analyste financière au sein d'un fonds d'investissement au Crédit Suisse Kama Hakim. Du coup, j'ai dit que je vais vous juger les erreurs que j'ai dit que j'ai dit. Première erreur, c'est que quand j'ai dit que 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 مثلا عندي اكزام كنخلي حتى التالي وكنخدم داك الاكزام وما كندير لا ني فيش ني ريزومي ني حتى حاجه، كنخلي حتى التالي وكان كما كنقولوا كنكتشف الكور كنقرا الكور وكنمشي ندوز. اي هذا الشيء ساسغب كوتا انورميمون سور مي نوت اي سور ما بيرسوناليتي سور موا ميم سا ما فيبليسي. Du coup, je suis là aujourd'hui pour vous dire comment j'ai pu pallier à des erreurs. La première erreur, les gouna anani kunt kanqra ana si bzaf nnas. Kunt après je me suis remis en cause et bis kangoul علاش ana kandir hak. Bis kan focaliser على راسي. Kangoul ana ghalt f hadi khasni nthassen fiha. كنقول احقا انا هذه كان يمكن لي ندير حسن فيها اي دو مومون كروي مو دو مومون كو جو مي سوي جي كومونسي ا فوكاليزي على راسي توت ا شانجي تبدلت من ستوديون اللي كانت كتجيب دي نوت فريمون عاديين جو سوي ديفوني لا بريمير دو لا كلاس كو سا سوا في ليسي كو سا سوا في بريبا جي كومونسي ا افوار دو تري بون نوت جيت تري بيان كلاسي في بريبا. دوزيام ايغ ديال البروكاستيناسيون اللي كنت كنخلي خدمه حتى لاخر لحظه. بديت كندير لي فيش البروف كي قرينا كندير لي فيش كندير لي ريزومي ما كنخليش الخدمه تجمع عليا دوكو سا ايدي ايغالمون بور اميليوري مي نوت بور اميليوري بور ماميليوري انا في ما سونتي مونتال دوكو سيتي ان بو سا. و الا كاين ان كونسي كلي كو جو فو دوني سي تيقو فراسكم ما تسناوش شي حد اللي يثق فيكم ويقول احقا انت واعر تيقوا نتوما في راسكم وقولوا انا غادي نجيب داك ليكول انا غادي نجح انا غادي ندير هكا كنت كندير او ديبي صراحه كنت ما كنثقش في راسي بزاف مي ابري كرويي موا كو دو مومون كو جي كومونسي انني نثق في راسي وليت حسن وليت كنحس براسي حسن ما بقيت كنتسنى حتى حاجه من شي واحد Et j'ai commencé à avoir de bonnes notes et ça m'a aidé énormément dans mon cursus académique. Et c'était un peu ça. Merci beaucoup. شكرا بزاف زينب على لو بارطاج ديالك. سو فيت ان بليزير دو تو ريسيفوار في لاشين. كنت خصصت فيديو كامله في الحجر الصحي على المشكل ديال المقارنه بالناس الاخرين، غادي تبان هنايا في ليكرون اولا غتلقاو لي لين في لا ديسكريبسيون. ودرت فيديو اخرى على كيفاش كنت انا كنصاوب لي فيش ديالي في البريبا، غادي تلقاو حتى هي لو لين ديالها في لا ديسكريبسيون الا جاوكم النصائح ديال زينب قصار وبغيتو تعمقوا اكثر في الموضوع. نيكست واحد السيد اللي يقدر يعطيكم نصائح في الحياه ماشي هي نصائح في القرايه، عزيز عليه الصفر والبارطاج. كندوز معايا ليشونج ديالي في لاماليزي وشطحنا قدام 500 ماليزي ولا 1000 ماليزي ما عرفتش داك لون في شحال كان فيه. نخليكم مع لقطات. ليديز اند جنتلمان، حمزه العلا. السلام عليكم. انطلاقا من التجربه الشخصيه ديالي في المجال الدراسي، كاين جوج ديال الاخطاء بالنسبه ليا اللي ما خص طالب او طالبه يديرهم. الخطا الاول هو انه ما يحددش الهدف ديالو فين باغي يوصل. الخطا الثاني وهذا كيرتكبوه بزاف ديال الناس هي انهم فاش كيبداو في واحد المسار ما كيكملوش
وكيتخلاو على داكشي اللي بداو فيه وكيابوندون. بالنسبه للنصائح اللي غادي نعطي في هذا الصدد، اولا بنادم يحاول ما امكن يجمع المعلومات المتوفره باش يختار الشعبه اللي كتوافق معاه واللي تقدر توصلوا لداكشي اللي هو باغيه. ثاني حاجه الانسان فاش يبدا في واحد المسار ويحط واحد الاهداف ما يستسلمش ويثق في القدره ديالو، هذه هي اهم حاجه كنركز عليها، انه يثق في القدره ديالو باش يبلغ الاهداف اللي هو حاطها ومسطرها ويخدم مزيان ويتقاتل وما يكون غير خير. شكرا اخويا حمزه على البارطاج ديالك، وكان شرف لينا انك تكون معنا في هذا الفيديو. الا كنتو موالفين مع لي فيديو ديالي فانا كنهضر بزاف على الاهداف وعلى خاصك ضروري تكتبهم، ماشي غير تبقى ديرهم في دماغك، خاصك تكتبهم، لحقاش ملي كتكتب الحاجه العقل ديالك تيبغي يديرها اكثر ما الا بقات غير في دماغك كفكره. فالا حولتيها الى كتابه، واخا تكتبها بالستيلو اولا تكتبها في بيسي اولا تكتبها في بلوك نوت ديالك، فالعقل تيولي موتيفي اكثر انه يحقق هذاك الهدف. والحاجه الثانيه اللي شار ليها حمزه هنايا هي لا ديسيبلين، فبزاف ديال الناس تيبداو واحد المسار كيساس وقرايتهم ولا ان بروجي ديالهم او لا شين يوتيوب ومن بعد ما تيكملوش فيها. وكنت خصصت عاوتاني فيديو اخرى في الحجر الصحي على لا ديسيبلين، غادي تلقاو لي ليان ديالها في لا ديسكريبسيون. كلشي 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 في لا ديسكريبسيون. لا بروجين فيديو ديال اونامي تري تري شيغ ا موا اللي كانت دايوغ صبغات معايا البيت في هاد الالوان اللي كتشوفوهم، واخا روناها ديال بصح فاش كنا في ليسكاو مشات دارت ليشونج ديالها في لا كوري دو سود، وعندها بزاف بزاف ما تبارطاجي معاكم. وما كانتش بخيله في لا فيديو ديالها، اليوم غادي نكتفيو بجوج اخطاء وجوج نصائح ديال كوثر العشاب. الاخطاء وشحال درنا ديال الاخطاء وحنا تلامذ، منهم بزاف. مثلا اننا كنا كنوجدوا الامتحانات حتى النهار بنهارو، او كنخليو حتى البروجي اللي لبنيتو، كناخذوا دي نوت وما كنرجعوش نطلعوا عليهم، او داك النوع اللي غير كيدخل القسم غير كيبدا الاستاذ يحل فمو وهو هابط كيكتب 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 بالنقطه والفصيله وما كيعرفش راسو شنو كيكتب، واوليو ما يسمع للبروف وياخذ منه لو ماكسيموم كتلقاه في الاخر واخد غير ورقه وما عارفش شنو كاتب. كاين بزاف ديال الاخطاء وكلنا درناهم، وهي في الحقيقه قبل ما نهضر على الخطا او لا شنو بغيت نقول، اتس ا بارت اوف ذا بروسيس، ماشي مشكل. غير كاينين شي اخطاء اللي كنظن كيكونوا مصيريين او لا الا درناهم كيقدروا يغيروا مجرى الحياه ديالنا، الا كانوا الافضل مزيان، والا كانوا القبيح حتى هو مزيان. المهم انا بغيت نهضر على واحد الخطا اللي كنت كنشوفه بزاف ديال صحابي كانوا كيديروه، ولكن انا كنظن انني كنت محظوظه الحمد لله انني ما درتش هذا الخطا وتفاديته، وهو انني نختار شي مسار او شعبه فقط غير حيت النقط ديالي فيها مزيانين وحيت هذيك الشعبه هي اللي كدار دابا هي اللي مطلوبه، او حيت الموجه قال لي ابنتي راه هاد النقط ديالك كان ممكن تكوني علميه كان ممكن تمشي ديري سيونس مات، ولكن انا اختاريت الاقتصاد. الا جيت نهضر على القصه ديالي بعجاله، انا ما كنتش باغا انا المات ما كيعجبنيش، الرياضيات ما كتعجبنيش كماده، بالرغم من انني كنجيب فيها مزيان وكنخدمها، ولكن كانت بحيت خصني نخدمها بحيت خصني جوستمون نجيب فيها مزيان، ولكن كماده ما كتعجبنيش. داكشي علاش اوليو ما نمشي انني ندير علوم رياضيه ولا علوم فيزيائيه، بالرغم من ان كيف ما قلت لكم الموجه كان قال لي يعني عندك تبارك الله المؤهلات ديال انك تكوني علميه وهذا الشيء دابا اللي مطلوب، وان حقا الا درتي سيونس مات من بعد غيكون عندك بزاف ديال لي شوا ومن بعد غتدخلي بزاف ديال المدارس، ولكن هذاك الشيء ما كانش كافي. اختاريت الاقتصاد والحمد لله كملت فيه وبقيت يعني في نفس المسار، ولكن قراو معايا بزاف ديال الناس اللي كانوا علميين كانوا مشاو سواء علوم رياضيه ولا علوم فيزيائيه وكانوا من بعد قلبوها اقتصاد، وفاش كتجي كتسولو طبيعه الحال كاين اللي كيقول لك ما جبتش واحد لو سوي وما درتش مثلا ميديسين ولا شنو اللي كنت باغي وباغي، ولكن كاين بزاف والاغلبيه كتلقاه كيقول لك وانا اختاريت سونس مات داكشي اللي كان في داك الوقت وهداكشي اللي كانوا كيقولوا هذيك هي الشعبه اللي كتفتح لكم بعد افاق. كنظن ان هذا من بين الاخطاء، علاش؟ لان الواحد كنظن ووجهه نظري ان مزيان الانسان يعرف راسو شنو باغي، واخا تبان لكم ان هذاك الشيء اللي كيدار واخا هذاك الشيء حيت صاحبك دارو او لا جاو عندك والديك شنو باغي يقول لك لا راه شفت ولد فلان فلان دار هادي، الواحد يختار ديما داك الشيء اللي كيبغي يخدم فيه، راه ماشي مشكل حتى الا كنتي ادبي وخدمتي وعطيتي ما في جهدك وقلبتي راك غتوصل، كيف ما الا كنتي
واحد الانسان اللي كيعجبوه العلوم وكتعجبو مثلا الفيزيك تمشي علوم فيزيائيه وعطي فيها وغادي توصل. الاساسي ماشي هو الشعبه ولكن انت كيفاش غادي تقرا وانت شنو باغي الطموح وداكشي اللي باغي توصل ليه. شكرا كاوتر بزاف على لو بارطاج ديالك. اي دايو بغيت نقول لكم باللي كاوتر كانت عاونت لي في واحد لا فيديو اللي كنت درت على ثلاثه ديال الاشاعات على شعبات الاقتصاد غتلقاو حتى هما لو ليان في لا ديسكريبسيون. وكانت هضرات في هذا السوجي هذا قالت باللي بزاف ديال الناس تيكونوا باغيين ليكونومي وفاش كيديروا اصحابهم تيقولوا لهم ودرتو ليكونومي لحقاش هي لا مود دونك كلشي كيدير ليكونومي حتى انت درتي ليكونومي الوغ كو الناس كاين اللي كيعجبهم الاقتصاد كيعجبهم لا فينانس كاين الناس اللي كيعجبهم ماركتينغ وباغيين يمشيو فيه. دونك هذه القضيه ديال المسار الدراسي غادي تهضر عليها واحد البنت اخرى في ان نوتر تيموانياج ان شاء الله هنايا في لا فيديو. مهم بزاف وشوف المسار انت اللي باغي دير وما تعزلش المسار اللي باغي دير هي لحقاش انت كتجيب مزيان في الفيزيك ولا في الكونطا او لا فشي ماتيه اخرى. الا كان عندك ان نوتر دومين اللي نتايا شغوف به وباغي تمشي فيه سير فيه. ندوزو لواحد التيموانياج ديال واحد الدري اللي كنت صراحة بغيتو يغني ليا شي مقطع هنا في لاشين ولكن عنده لا سيزون دوديت راه مشغول شي شويه. عطانا غير جوج ديال النصائح وجوج ديال الاغلاط اللي كان دار في المسار ديالو الدراسي. كان غنى في بزاف ديال التظاهرات الوطنيه في المغرب وكيحط بزاف ديال الكافرز في انستغرام اللي غادي يبان هنايا في ليكرون وكننصحكم انكم تمشيو تفولوا. سيداتي وسادتي عبد السلام فلسي. Oh guys, I hope you all doing good. Aujourd'hui, on a Daifen, c'est Hakim. Bon, je vais partager avec vous واحد الحوايج اللي كنت اغلاط اللي كنت كندير واللي ما بغيتكمش ديروا. اول حاجه سي كو فاش تكونوا جو سي با خدامين ولا كتقراو يعني في ان كور اسيي دو بروندغ دي نوت اسيي دو بروندغ دي نوت وفاش تساليو زعما لو بلوتو بوسيبل تمشيو ترجعوا لدوك لي نوت وتقادوهم في اون فيش باسكو لو فيت كو كتنوتي وما كتمشيش ترجع لي نوت ديالك في داك لو ميم جوغ لو لوندوما فاش كتجي تبغي تراجع ما كتبقاش عارف راسك علاش كتبتي هادي وزعما شنو لا ريلاسيون ديالها مع داكشي اللي كاين في الكور. هادي دو و دو اسيي دو جيري فوتو pour la gestion du temps enfin la gestion du temps c'est hyper important la gestion du temps ana بالنسبه ليا شي حاجه اللي كروسيال. دونك pour mieux gérer votre temps نعطيكم واحد التيب غتجيو ان واحد نوتبوك غادي تكتبوا فيه كاع داكشي اللي خاصكم ديروا يعني كتبوا مثلا هاد الحاجه خاصني نديرها هاد الكور مثلا خاصني نقراها هادي خاصني نديرها ايسيي انكم تحطوا دي لايك تايمر قول مثلا pour هاد لو كور ولا pour هاد الحاجه غادي نجلس 2 اور جوستمون نقراها اي ديروا دي بوز وكما قريتو شويه 30 مينوت ماكسيموم 35 مينوت كاع 40 مينوت الا كثرتو فو ماركي اون بوز 5 مينوت ديروا شي حاجه كتعجبكم في ديك 5 مينوت واخا تعرف تخرج غير تجيب دويره وترجع وصافي. جو سويت تري 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 بون كوراج و تبارك الله عليكم. شكرا اخويا عبد السلام على البارطاج ديالك وهاد لي دو بوين كو تو ابوردي مهمين بزاف بالنسبه لا بريز دو نوت وبالنسبه لي فيش راه كما قلت لكم غادي تلقاو لي ليان في لا ديسكريبسيون على كيفاش انا كنت جو بروني لي نوت وكنت كنفيشي لي فيش ديالي في البريبا. وبالنسبه لا جيستيون دو طون حتى هي هضرنا عليها في لاشين الا كنتي اول خطره كتكتشف لاشين غادي تلقى كاع لي فيديو اللي كنقولهم دابا في لا ديسكريبسيون. وقبل ما ندوزو لو بروشان تيموانياج الا راك كتستافد من هاد لا فيديو هادي اولا ديجا استفدتي منها ولو غير حاجه وحده ما تنساش تخلي لايك باش تطلع لتلاميذ وطلبه اخرين ويستافدوا منها. الوغ بقاو لينا جوج لي فيديو من عند دري وبنت الا لاحظتوا كندير تيمونياج ديال البنت تيمونياج ديال الدري بنت دري ولكن ثلاثه ديال الدراري وثلاثه ديال البنات ضيوف وانا اللي كنبريزونتي لكم وغادي نعطيكم حتى انا ان شاء الله جوج ديال الاخطاء اللي كنت كندير اولا كنت شفت الناس يديروهم وجوج ديال النصائح اللي غادي يعاونوكم في المسار الدراسي ديالكم هي اربعه ديال الدراري وثلاثه ديال البنات نفديوها للبنات في شي فيديو اخر ان شاء الله. نيكست لو تيمونياج ديال اون تري تري شير امي ا موا اللي قرات معايا من البريبا الى ريوسي ليسكو اي لا في اون دوبل ديبلوماسيون ان فرانس النصائح ديالها استفدت منهم حتى انا. نخليكم مع لو تيمونياج ديال نادا ناشط. نادا هضرات بشويه باش تركزوا معاها اكثر سمعوا مزيان عندك وتفلتوا شي حاجه من داكشي اللي كتقول راه مهم بزاف. جوج ديال لي زيرور كيديروهم الطلبه فاش كيكونوا كيقادوا لو بلان دو كارير ديالهم ما كيتسالوش شنو هما لي زوبجيكتيف ديالهم سور لو مويان تيرم اي سور لو لون تيرم. سور لو مويان تيرم سيتادير شنو ليكول اللي بغيتي تجيب سور لو لون تيرم شنو المهنه اللي بغيتي دير. وهاد الاسئله مهمه بزاف لان الاجوبه ديالها كلك تعرف شنو اللي خصك تخدم عليه شنو هما لي بريوريتي ديالك باش كتعرف ليكول لي بغيتي كتعرف افاق ديال هاد ليكول. دونك خصك ديجا توجد ليها على تيسع نغطي ملي كيدور الطلبه فاش كيكونو كيختارو بروجي بروفيسيونيل ديالهم مكيمشيوش يقلبو على لي ديفيرون ميتيي لي يلاه كيبانو سوغ لو مارشي دو ترافاي. وهادي واحد الحاجه مهمه حيت ميمكنش كلشي يكون كونطابل ولا اوديتور ولا شيف دو برودوي. كاين بزاف ديال لي ميتيي
اللي قدو يعجبوك او ما يعجبوكش. من الضروري انك تمشي تقلب على كل ميتي تعرف شنو كيعني، شنو هما لي كومبيتونس اللي مطلوبين منك، فين بغيتي ديرو، فين تقدر تخدم، شنو هما لي طرونش دو سالير، شنو هما لي زوبورتونيتي ديفولوشن فيه. هذه واحد الحاجه اللي اكتشفتها انا ان بو اختار. يعني جوج ديال النصائح اللي نقدر نعطي للطلبة، اولا نعرف شنو هما لي زوبجيكتيف ديالي ونوجد ليهم على تسع. ثانيا نعرف شنو هما المهن اللي كاينين الافاق ديال كل واحدة فيهم، نشوف قبل ما نختار واش غادي نلتاح في ديك المهنة او لا. Merci Nada pour ton partage, pour ton altruisme et pour ton soutien. هاد القضية اللي قلتي على لي ميتي جداد اللي كيبانو دابا سيغ لو مارشي مهمة بزاف، لحقاش ماشي كلشي غادي يولي كونطابل، اوديتور، براند ماناجر. بصح كاين بزاف لي ميتي جداد اللي غيبانو دابا سورتو في الاي اي او لا ارتيفيشال انتيليجنس او لا روبوتيزاسيون. دونك الناس اللي مازالين دابا في الباك ومازالين كيقلبوا على شنو يديروا في المستقبل، حاولوا انكم تقلبوا مزيان على لي ميتي دو لافونير، خدامي ديال المستقبل. هكا غادي تعرفوا ليكول اللي غتمشيو ليها وغتعرفوا لا فيليير اللي غديروا ليها، لحقاش باش توصلوا لهذاك الميتي او لهذيك الخدمه خاصكم ضروري تدوزوا من هذا البروسيسوس. اختامها ميسك مع صاحبي ايمون تري تري شير انسيان اللي بزاف منكم غيكونوا كيعرفوا عن طريق لاسوسياسيون شيريت. ديرنييرمون ولا الهوست ديال ان بودكاست سميتو دقه دقه اللي كنصحكم انكم تمشيو تفرجوا فيه، غتلقاو له اللين ديالو في لا ديسكريبسيون. دار لا فيديو ديالو من مورا ما رجع من الخدمه وكان ظلام. اي ميرسي بوكو لحقاش خديتي الوقت انك دير هاد لا فيديو هادي، ولكن ما شديوهاش بزاف على الصوره، ديوها على شنو كيقول واستافدوا من رضا الفقير. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم رضا الفقير، برومو ديال 2018 2018. وكنشكر حكيم على هاد الانيسياتيف اللي دار. راه باش ما نطولش عليكم، جوج ديال الاغلاط اللي ربما درتهم في الباركور ديالي في ليسكاو. الخطا الاول فحال بزاف ديال لي زيسكايس ديال لي ستودون جينيرال، كنت كنخلي لي بريباراسيون حتى الاخر، ما استفدتش مزيان من لي كور صراحه، بمعنى كنت كندير التزامات اخرين، كنعمر وقتي، دونك ما كنردش البال بزاف لي كور، ما كنتسوقش لهم بزاف. حتى الاخير ديك البريباراسيون ديال انك خصك تفاليدي، وحنا عارفين بلي راه كاينه هذيك لا بريباراسيون كتمكنك انك تفاليدي وصافي. ولكن من بعد تبيلي بانه كانوا دي موديول وبعد مرات ميم دي بروفيسور اللي ربما كان ممكن نستافدوا منهم اكثر. ملي كتخرج لو مارشي دو طرافاي كتلقى ان كاين ايفيكتيفمون شي حوايج اللي مهمين جدا واللي كتوقف عليهم وكتولي باغي ميم تخلص عليهم الفلوس غير تلقاهم. اي دونك علاش لا ما تستغلوش في الوقيته اللي حنا دي ستوديون. الغلط الثاني هو انني جيتي با تري انتغري في لي كلوب لي اسوسياسيون ديال ليسكاو. كنت كندير بزاف لو طرافاي اسوسياتيف ولكن على برا. اي في ليسكاو ليدي سيتي فيما كيحتاجني شي اسوسياسيون ولا هذا كنعاونهم، سو موديري اون كونفرنس سو لورغانيزاسيون ديال شي ايفينمون هذا، ولكن ما كنتش مع لي زيكيب ديال لي اسوسياسيون. وهذا بالاضافه انني ما كنتش في الانترنا كيخليك انك سي فري كو كاينه ديك لافينيتي ديالنا اونتر اسكايست، ولكن ما كتكونش 100% بحال هذاك اللي كيكون داخل بزاف ديال لي كلوب، وسورتو كاين تحت في الانترنا. دونك كيكون فريمون واحد لافينيتي زوينه بزاف اللي من بعد راه ما كتلقى معاك غير لي زيسكايست خوتك. دونك من بعد كتطلعوا مجموعين كتعاونوا لا مارشي طراوي ولا في الحياه اون جينيرال، وكتلقى دائما معك داك ليسكايز ديما معك. راه جوج ديال النصائح. النصيحه الاولى هو انه من دابا من بروميير اني نغيزوني انني غنخرج للمارشي طراوي، دونك نوجد راسي لو مارشي، نحاول نعرف شنو كيحتاج المارشي، كو سوا لي هارد سكيلز مثلا دابا تو سكيلي ديجيتال ولا سي با شي حاجه تكنيك فلا فينانس، شوف كل واحد شنو كيدير. كاين لي كور اونلاين دونك يحاولي فريمون قداش ما تعلمتي قداش ما طورتي دوك لي هارد سكيلز قداش ما مزيان. لي سوفت سكيلز اوسي من دابا الا كنت كنحشم ولا ما كنقدرش نهضر قدام الناس ولا شوي با كابابل انني نقنع براسي فواحد اون مينوت بالبروفايل ديالي تو، من دابا راني نبدا نبريباري نبدا نتوجد، ما حد باقي عندي الوقت يكون عندي ان بروجي دو كارير واضح ونسول باش نعرف شنو خصني ندير ايتترا، ومن بعد نحط واحد لا في دو روت مي سورتو نوجد راسي ديك لا في دو روت اللي انا بغيت. النصيحه الثانيه الغيزو تري امبورطون، ما نخليش حتى نحتاج بي اف او ما نلقاش كما وقع لنا بزاف وقع لي حتى انايا. مي ممكن دابا كاين لينكدين كاين لي زيفينمون، فريمون من دابا بداو تفكروا كيفاش دير الغيزو، ما تقولش انني انا غير ايتوديون ما غاديش يقبلوني. او كونترير انا مثلا الحمد لله تداركت الموقف حتى الاخر، فريمون استعملت لينكدين كنت كندير واحد الحاجه بسيطه كنأجوتي الناس اللي في داكشي اللي بغيت ندير. كنت باغي على ليبوك ندير اي واي كونسي فيسكال، داكشي اللي كدرت في لو ديبي كنت كنأجوتي كاع اللي كيديروا الكونسي فيسكال، كنقول لهم انا رضا الفقير هذا هاد البروجي دو كارير ديالي عافاك جي بيزوان دو كونسي، هادي بديت قبل ما نحتاج بي اف او. سي فري كو بزاف كيديروا لك في ما كاين اللي كيجاوبك، وهذوك اللي كيجاوبوك بزاف دابا ولاو صحابي، دونك صاحبنا معاهم كتلاقى معاهم في دي كافي سورتو كانوا دي ديسكايست قدام.
اي دونك اللي نقول لكم هو من دابا تقدروا ديروا ان ريزو بروفيسيونيل سي تري بوسيبل غير من دابا وجدوا لا ان كونت لينكدين زوين نحضر لي زيفيرمون نحاول نوجد كيفاش نقدم راسي دغيا نقنع بالبروفايل ديالي ونبان راسي صغير وباغي نتعلم وجينيرالمون الناس كتبغي تعاون شي واحد اللي باغي يتعلم وراسو صغير دونك هادشي اي نتمنى من الله عز وجل يوفقكم للخير اي غود لاك الله يسخر الامور ميرسي خويا رضا دافواغ بخي لو طون دو فيلمي هاد لا فيديو انا بالنسبه ليا جات ايدونتيفيا في هذوك لي فوت اللي هضرتي عليهم كاملين كنبريباريو حتى الليله بليلتها وكنحلفوا ما نعاودهم بريباريو حتى الليله بليلتها وفاش كيجي شي حال اخر كنبريباريو الليله بليلتها صراحه انا كنت مانتيغري في لي كلوب لحقاش كنت انتيغن دونك لانتيرنا حاجه مهمه بزاف وكنصحكم انكم تانتيغراو في لي كلوب واخا ما تكونوش انتيغن حاولوا انكم تكونوا ديما اكتيف في لي اسوسياسيون كتعلموا بزاف ديال السوفت سكيلز سورتو لحقاش الهارد سكيلز كتعلموهم في القسم وكنت درت اون فيديو توت اونتيير على الاهميه ديال العمل الجمعوي اولا لو طرافاي اسوسياتيف ولا باراسكولير كيفاش تكون مختلف على لي زوتر كانديدا اولا على لي زوتر ايتوديون الا كنتي كتقلب على ستاج خدمه اولا في لي كونكور غتلقاو لو لين ديالها في لا ديسكريبسيون بالنسبه النصائح اللي عطاتها هما نصائح ذهبيه يحقاش بنادم خاصو يعرف فين غادي من لا بروميير اني ديالو هو تيهضر واقيلا على الناس ديال ليسكو مي بور الناس اللي في لو ان سي جي الناس اللي مازالين في الباك حاولوا انكم ديروا ان بلان دو كارير حاولوا انكم تعرفوا شنو هما الحوايج اللي كيعجبوكم ديروا شنو هما الحوايج اللي باغيين تمشيو فيهم شنو هما لي ميتي دافونير كما قالت نادا وحاولوا ديروا ان بلان دو كارير وتخدموا عليه باش تدخلوا لي زيكول اللي كتقري هذيك لا فيليور اللي بغيتي دير باش من بعد دير الخدمه اللي بغيتي قبل ما نختموا هاد لا فيديو اللي كانت عامره وتخي غيش بالبارطاج وبلي زانفورماسيون اللي كانوا الصراحه بالنسبه ليا مهمين بزاف ان لوديونس ديالي تسمعهم وشكرا لاي واحد فيلم لا فيديو وبارطاجاها معايا باش نبارطاجيها معاكم غادي نقول لكم انا جوج ديال الاخطاء اللي كيرتكبوهم بزاف ديال التلاميذ واول حاجه هو انهم ما تيسولوش على الحاجه الا ما فهموهاش كوساسوا في القسم عند البروف كوساسوا على شي حاجه اللي هو ما عندوش عليها درايه وكيحشم انه يسول شي واحد اللي كبير عليه او لا عنده هذيك المعلومه كيجيب له الله بحال غادي يهبط من قيمته ولا غيبان باللي مكلخ ولا ما تيفهمش وسورتو في القسم تيكون حداك البروف اللي كيتخلص باش انه يشرح لك غير الا كان شي بروف ما يسواش تتخليه وكتمشي للشومبر وكتبدا تقول ما فهمتش هذا البوان هذا الوغ كو كان حداك بروف اللي يقدر يشرح لك دونك هذه مهمه بزاف ملي ما تفهمش الحاجه سول وثاني خطا اللي كنشوف بزاف ديال الناس تيديروه لحقاش انا الصراحه ما كنتش كنديرو اللي هو السبور لي زيتود فيهم بزاف ديال الستريس وداك الستريس راه ضروري خاصو يخرج الا ما خرجش في الرياضه غادي يخرج في شي بلي اخر دونك بالنسبه ليا الرياضه مهمه بزاف لي زيتوديون وحتى الناس ديال الخدمه اللي عندهم ستريس في الخدمه ديالهم حيت واخا هي بليا ولا ما ترينيتيش واحد السيمانه كيضرك راسك ولكن بليا مزيان وكتخرج كاع داك الجهد اللي عندك لداخل وداك المكبوتات اللي عندك كتخرجهم في الحديد ولا في الجري ولا في الزومبا المهم الزومبا للفتيات او ما يقولك عاوتاني سكسيست انا دري و تيعجبني ندير الزومبا ما علينا دير الزومبا ولا لا ميسكولاسيون ولا جري فوق الطابيي غولون المهم تحرك اي فوالا كانت هذه هي لا فيديو 14 الخطا و14 النصيحه من 7 ديال الطلبه اللي قراو وتخرجوا من ليسكو لا كريم دو لا كريم شوف راه بحال المهم شنو عندك هنا ماشي بديبلوم شنو هما الاخطاء اللي كتشوفوا راسكم كديروهم في الدراسه ديالكم اولا كتشوفوا صحابكم اولا صحاباتكم كيديروها في الدراسه ديالهم ما تنساوش خليهم ليا في لي كومونتير باش نقدروا نديروا الجزء الثاني من هاد لا سيري هذه مع ضيوف جداد ان شاء الله وخليوا ليا انا والضيوف ديالي اللي غيدخلوا يقراو لي كومونتير شنو هما النصائح اللي عجبوكم في هاد لا فيديو تهلاو في راسكم وتلاقاو في الكومنتات